أول ما تعلمت على أيديكما هو أن أشكر كل من خدمني، وأنتما يا أسادتي ويا أسالي ذوى فضل كبير علي. على يديك كان طور معارف للأمام، على يديك كان قوم أخطائي بانتدام، وعلى يديك كان هدب سلوكي بسلام. قم للمعلم أفيد تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. نختار هذه الرسالة باش نقدموا لكم ملتمس سميناه نداء 5 أكتوبر. احنا عارفين تواضعكم وتفانيكم في خدمة الأجيال وحضوركم الدائم معنا نساونا، ولكن هالشي ما منعناش باش نشكركم بزاف. شكرا أستاذتي، شكرا أستاذي. خويا عندي فكرة زوينة بغيت تساعدني فيها. علاش لا تعرف تساعد معاك فيها؟ أجي نشاركو حنا تلميذات نجوم التلاميذ مختلف المؤسسات ومديريات الجهة باحتفال بذكرى 5 أكتوبر واللي خلت اليوم العالمي للمدرس والمدرسة. إيوا كيفاش غنحتفل بالإعداد القرعية بسبب جائحة اللي بعدتنا على الصحافة وسهلة؟ سهلة؟ غادي نجيبو جميع الرسالات شكرا امتنان الأستاذات والأساتذة ديالنا. وغادي نتعرفو حنا كاملين. سيدتي مدرستي، سيدي مدرسي، أبتدئكما بسلام وأوجه لفخامتكما تحية تبجيل واحترام. أول ما تعلمت على أيديكما هو أن أشكر كل من خدمني، وأنتما يا أسادتي ويا أسالي ذوى فضل كبير علي. أنتما أحق الناس بالشكر والثناء والتقدير، مناقبكما كثيرة في تعليمنا وتربيتنا وتكويننا لا أستطيع لها عدة، ولعل أبرزها هو تفانيكما في عملكما وإخلاصكما باحتضاننا نحن الأجيال الصاعدة لكي ننشأ نشأة سليمة ونكتسب الثقة بالنفس وإدارة الذات سواء في حياتنا أو في مسارنا الدراسي. فأنتما دائما ما توجهاننا للصراط السوي. سيدتي مدرستي، سيدي مدرسي، حكاوا لنا أبائنا وجدادنا حكاية فيها مثلة كلها حكمة وغاية. وأش كتر بيها هذه الحكاية؟ اللي بغى يبني دارو ومشروع مستقبله خصو يقلب على مدرس ومدرسة، اللي يوضح ليه محرات الساس، وطوبة طوبة كتطلع الحيط وتبقى تبقى كتكبر الدار وتحقق الأحلام والآمال. بيكم كنوصلوا للعلياء حيت كتعلمونا سبل الارتقاء. نتوما الساس، الراس، النموذج والمثال لكل الناس. شكرا أستاذتي، شكرا أستاذي. سيدتي المدرسة، سيدي المدرس، حنا عارفين ومتيقنين بلي طريق العلم طويلة وصعيبة، ولكن معكم الطريق كتنور وتولي داوية وزاهية، والطريق معبدة سالكة نحو المجد وسالمة من الحطارة، تتأديو الرسالة اقتدار وأمانة. على يديك كنطور معارف للأمام، على يديك كنقوم أخطائي بانتدام، وعلى يديك كنهدب سلوكي بسلام. ديما ملازمني كتمن مجهوداتي وكتدفعني باش ننجح بامتياز. سيدتي المدرسة، سيدي المدرس، شهادة عالية وغالية على لب الرسالة خلات شعري يقول على المدرس والمدرسة. قم للمعلم أفيد تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وبالفعل رسول العلم والمعرفة، رسول التربية والتكوين. زمن الخوف من الجائحة شعرنا بالطمأنينة مع معلمينا من يفتحوا لنا أبواب جديدة لاستمرار الدراسة عبر الموقع والشاشة والحاسوب والهاتف وشاشات الرقمنة. وهكذا زال الخوف والشك وتأكد الأمن واليقين على أنك أنت مدرستي مربية عطوفة وموجهة، وأنت معلمي تزرع الأمل في النفس وتحارب اليأس. سيدتي ومربيتي ومعلمتي وأستاذتي، سيدي ومربي ومعلمي وأستاذي، نحن التلاميذ والتلميذات المواقعين أسفله والدارسين بمختلف المؤسسات بمديريات الجهة، نختار هذه الرسالة باش نقدموا لكم ملتمس سميناه نداء 5 أكتوبر. كنطلبوا فيه منكم تخصوا لينا زمن إضافي من وقتكم الثمين باش تعلمونا كيفاش نشكروكم نتوما المدرسين والمدرسات بالخصوص. نعترفوا لكم بالجميل، نفتخر بتوجيهاتكم وتربيتكم لينا حتى وصلنا للقمة. احنا عارفين تواضعكم وتفانيكم في خدمة الأجيال وحضوركم الدائم معنا نساونا، ولكن هالشي ما منعناش باش نشكروكم بزاف، وهذا ما غاديش يوفي فيكم الحق ديالكم. سيدتي المدرسة، سيدي المدرس، حضوركم ضروري وأكيد ودعم لنا في الدرب الطويل. غيابكم صعب ومستحيل، مؤلم وحزين، وكل ذكرى وأنت قائد ورائد لكل جيل واعي.
إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.